حاجز حسب تقرير ديوان الرقابة المالية مبني على تقرير من شركة العامة لتجارة المواد الغذائية. العجز في نهاية 2010 في هذه الشركة بمفردها كان 2,628,000,000,000 دينار. 2,628,000,000,000 دينار، يعني 2,250,000,000 دولار، يعني ما يكفي لبناء 2,000 مدرسة وما يكفي لبناء 50,000 بيت. عجز في الميزانية. سألنا وين العجز؟ وين العجز؟ اتضح أن الوزارة، وزارة التجارة، سنة 2008 اشترت 1,286,000 طن من زيت الطعام بسعر معدل 2,400 دولار، هذا حسب تقرير ديوان الرقابة المالية، بينما حاجة العراق في تلك السنة كانت 473,000 طن، ومعدل السعر العالمي 1,355. إذا سوينا حساب مال بقالين يعني بقالي، نجد أن العجز هو 2,000,000,000 دولار تقريبا. هذا الهدر، أين ذهبت هذه الأموال؟ هذا شركة واحدة في وزارة واحدة. هاي جنرال الكتريك هسه اللي تعاقدوا وياها، هسه اللي تعاقدوا وياها سلام الله عليهم. حط لها هذا سوينا عقد وياها على محطة. سعرها العالمي المحطة 500,000,000 دولار. زين تدري بيش احنا وقعنا؟ مجلس الوزراء وقع، القيادة العامة تدري بيش وقعت؟ ايش قد؟ ب 850,000,000 يورو. إذا استطعنا أن نسترد نصف ما سرق من العراق، أنا أعتقد نستطيع أن نجعل من العراق دولة متقدمة صناعية، والشعب مزدهر، والناس تكون عندها وظائف، وعندنا رعاية اجتماعية، والعاطل يأخذ، والمعوق يأخذ، والعجوز تأخذ راتب، ونعيش دولة مثلنا مثل أي دولة محترمة في العالم. كل دورة البرلمان يصدر عفو عن الفساد، هاي الطبقة السياسية تعفي عن أبنائها المدللين بموجب قانون عفو. تختاروا لجنة من الناس اللي لهم تاريخ مشرف، مو الناس اللي تعبانة اللي تنباع وتنشرة. حكينا قبل فترة قاوموني ثاني يوم، جبت جدول كميات، قسمت جدول كميات، المتر بيه شنو وضع المتر، منو اللي حاله، السوفتات مال البوق المن راحت، كلها جبتها. ثاني يوم يهددوني بيتي، يعني واصلين الى مرحلة انبوق وانتو سكتوا لا تحجون. اذا اعضاء مجلس نواب واذا رقابة مالية مسيطرين على كل الدنيا، يعني هاي العالم حقها ترى، واحنا جاي نضرب فيها، شبوا وقعدوا. لازم نوضع حد لهذا الموضوع، وعندي استعداد اذا تأيدوني اطلع لكم بالارقام تريليونات، واعرف السرقات اللي صارت، واعرف جاي يسوون وين جاي يروحون وين جاي يجون، واكو رؤوس كبار مشتركة وياهم. تجي تحكي اسكت اسكت لا تحكي، واكو ناس من عندنا مننا، اكو امور بلجان يجيبونها، يجيبون لهم اوراق مدراء اقسام مدراء شعب، ويروحون يفاوضون عليها، يضربون مليارات وملايين الدولارات، وعلى شنو؟ براس الشعب، راس العالم. اذا مو انا وانت والاخوان ننتبه على هذا الموضوع، والله العظيم ينتهي العراق. يعني هذا الجمرك اللي نحكي عنه تريليونات تتسوف بتروح، والله العظيم اوراق يبدلونها 38,000 دولار يقول له 380 دولار. قمرق بناية 410,000,000 مبيوك بيها، والله العظيم 6 وزارات فيها سرقة صار 4 أشهر، عمي مليارات، وزارة انباعت ب20,000,000، وزارة انباعت 7 ملايين. وزير مدير مكتبه يطلع بالشارع يفتر يقول يلا مال تعزيلة، محافظاتنا يضونهم فلوس يدفعونهم 10%، وهو المحافظ فاسد ايضا يروح هناك يوزع المشاريع فساد. كم دوب نسكت؟ اذا صادين حلك كم واحد، لو رئيس حزب، لو رئيس كتلة، الشرفاء موجودين، واكو نواب منتفعين ببياناتنا، اطلع اسماهم يومنا الايام. هسه يجوز اليوم نقدر نحكي، باكر ما نقدر نحكي. عمي مافيا مال فساد مسيطرة، والله البوق واصل لهنا، واذا ظلينا ساكتين احنا شركاء معاهم.
وقاموا يستغلونه. اكو اجهزه امنيه من خارقه الموضوع والله العظيم، مشترين وزارات والتعيينات بكيفهم، والفقيره روح اترب منطقتي تطلع مره بيتها واقع، يطلع واحد صار له يوم 10 سنين متخرج ما متعين ويجيبون من الشارع، يعني تصور واحد صاحبته 10 وياها يعين وابن الخايبه نايم، كم دوب نضل ساكتين؟ خلي نسوي ثوره عليهم من على والديهم.